فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. إذن في انتظار صابرة امتلاك هذا اللقاء، طاقم تحكيم لقاء اليوم للسنغال، حكم وسط دائي، مساعدان سامبا بانغولا. يلعب اليوم فريق الجي اس كي يقود المدرب الفرنسي اوبير فيلود، في المرمى الحارس اسامة. سينطلق اللقاء بصافرة السنغالي انتياي ليبدا الديربي. كرة عند الفريق الجزائري وليد بن شريفة، يلعب كرة في مناطق الترجي، ترجع من الدفاع بعم وعزز الصفوف بعد خروج يوسف البلاي الجزائري. والكاميرون فرانكوم كروس من التربالي، الهجوم لفريق شيسكا، كرة قصيرة ممكن تسجيل، محاولة لفريق القبائل ولكن عودة سريعة وتغطية تغطية، كرة لم يستغلها بن شايرة. بيربالي ينطلق، إيمان سامح، بيربالي في مناطق الجيسكا، بيربالي والدفاع، ترجع كرة عند فريق شبيبة القبائل، كرة عند دفاع هاكا، نقل كرة من بن شريفة، بن شريفة لريدا، ريدا بن سايح، ريدا بن سايح، كرة في مناطق الترجي والحارس بن شريفية. اللي الشتي لاعب سابق للجيسكا اللي بدايات ناجحة مع الترجي من خلال ألقاب محلية وأفريقية، متابع من أسامة حارس مرمى فريق الجيسكا. كرة مرت خارج الملعب أمام الراجع، هذه كرة خطيرة، بن شريفة عرضية للفريق الجزائري، راسية لضربة مرمى، رزقي ومحاولة خطيرة للفريق الجزائري. طلق اللاعب بن شريفة، يلعب كرة باتجاه رزقي، رزقي حمرون يذكرني برزق عمروش. كرة عند عبد الصمد، عبد الصمد بونوا أمام الفريق اللي يعتبر من الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب. حكم المباراة دياي يوجه انذار في وجه لاعب الجيسكا، ورقة صفراء في وجه لاعب الكناري الجزائري. جمهوره في انتظار بأقوى راسية عند السماء، لم يظهر القوة الهجومية المعتادة. 3-0 للجزائر. كرة من جديد عند فريق الجيسكا، فوشوم لصالح الفريق الجزائري، محاولة خطيرة جزائرية والدفاع، الدفاع في آخر لحظة، كرة من توفيق عبادي، تونس 4-0. كرة توقف في اليمين عند سامح الدربالي، سامح الدربالي عرضية خطيرة والدفاع، تصل الكرة عند كوامي، كوامي لحمدو، حمدو الهوني، حمدينيو ممتازة حمدو راسية صورة غريبة، دينيو حمدينيو في العمق، كورة بالمقاس مررها حمدي باتجاه البدري، البدري تحرك ممتاز ولكن لم يتمكن انيس من تعديل وضعية جسمه في اخر موسمين. نقل الكورة عند بن غيت، بن غيت في مناطق جيسكا والدفاع، ترجع كورة فريق الجزائري، يمر بن شريفة وليد، استخلاص كورة من بن غيت، عبد الرؤوف عرضية، فرصة تضيع من وترا، وترا اللمسة فوري تغيب، كان من ممكن تغير المباراة في الشوط الأول، في مرأسية إلى خارج الملعب، وترا وترا لحمدو، حمدو عرضية خطيرة، ترجي مناطق الجيسكا والدفاع، عند رزقي، رزقي حمرون، الفريق الجزائري في الهجوم، كورة ترجع لرزقي. سامح يتابع رزق حمرون مع بيربالي، فيما هناك صابرة والسنغالي يحتسب خطأ لفريق الترجي. إليا الشتي للبابري، انطلق انيس، البابري بابري بابري بابري، وأسامة على مرتين، كورة على مرتين سيطر عليها الحارس أسامة بن بوت. شوفوا إعادة انطلاقات البابري صاحب الانطلاقات الواعدة، مر وسدد حمدو، حمدو حمدو يراوغ، فنيات كبيرة عند حمدو، يمرر تمريرة من برغيت، خطير الترجي، فرصة ولكن بصابرة، برغيت يسارب ولو انه وترى ليس في افضل الاحوال، في افضل الاحوال في الشوط الاول، ولكن اكيد القادم سيكون اصعب على الدفاع الجزائري. باتجاه كوامي، غاني مور يسبب ولكن كرة كوامي بول صعيدة عن بدران، بدران لمسه من حمدو، كره الوترا يخسرها، ترجع لفريق الشبيبه، كره عند اللاعب رقم 7 بن شعيره، بن شعير الوراء، عبد الصمد بونوا، هجوم للفريق الجزائري، محاوله للجيسكا،
عبد الصمد لبن شريفة، ترجع كل من الدفاع التونسي، مرور ممتاز من بن غيث، يلعب كرة بن غيث ولكن تغطية من سعدو. شفنا بن غيث في الشوط الأول، شفنا حركة هذا اللاعب هو المستثمر الهجومي باستمرار. كرة تحتاج لفنيات لهندسة. البدري سيتقدم لهذه الكرة، أنيس بدري ولكن كرة البرة إلى ضربة المرمى لصالح الفريق الجزائري. جيسكا الفريق اللي رئيس النادي ملال ذكر أن فريقه سيلعب من أجل الفوز. كرة تلعب في منطق فريق شبيبة القبائل، وترى وترى عودة بالكامل من جانب الشبيبة، متابعة من جانب اللاعب وترى وترى إبراهيم، يحاول مور يمر إبراهيم وترى، أرضية خطيرة والكرة البرة. كرة تتحول لخارج الملعب. شبيبة القبائل آخر مشاركة ليه في الشامبيونز ليج 2010 عند رزقي حمرون، رزقي الكرة هاجمة لفريق شبيبة القبائل، محاولة للحق بالكرة ولكن الكرة كانت أسرع. كرة من دربالي، دربالي مر دربالي للبدري، ترجع للسامح، سامح دربالي يلقى الكرة في العام، كنترول من حمدو، ثالث كرة حمدو، تبعت كرة من بلال بوعلي، كرة عند كوامي خسرها، ينطلق للحمزة، حمزة بنوح، يعقوب يقرب، محمد علي يعقوب يبعت كرة للتماس، ضيع ماليتولي، موردو شقيق كينيت ركلة، كرة تلعب بسرعة، هذه هجمة سريعة للفريق الجزائري، فريق الجيسكا في كرة خطيرة، في محاولة، كرة عند رضا بن سايح ولكن دفاع. سرعة كبيرة تمتع بها رضا ولكن دفاع. ترجع كرة عند كوليبالي. كرة لفريق الترجي. حمدو في اليمين. سامح الدربالي. محاولة خطيرة الترجي والدفاع. برافو الدفاع الجزائري. كوليبالي. تلقى الكرة في اليمين عند سامح. سامح الدربالي. سامح والدفاع الجزائري. الأورفي. كرة لفريق الترجي. داخل المنطقة. ركنية للترجي، شوفوا الإعادة مرة أخرى، ركنية للترجي، تلعب كرة داخل المنطقة وأسامة بالقبة بعد كرة، ترجع من سامح الدربالي، مسات خطيرة والدفاع الجزائري برافو. بن غيث لحمدو، حمدو روني وترى بالكعب والحكم ضربة جزاء حسبها، حسبها السنغالي، عرقلة اللي تعرض ليها أنيس البدري. بعد كرة ممتازة من وترى للبدري، البدري يجيب ضربة جزاء للفريق التونسي وسط احتجاج ونقاش من الفريق الجزائري. أمامنا حمدو بداها وترى مررها، البدري يتعرض لتدخل من أمير البليلي. أمامنا كرة ممتازة من الليفواري، البدري في منطقة شبيبة القبائل والحكم السنغالي كان قريب من اللقطة. هذه الإعادة، العرقلة موجودة ولكن البدري ما فيش تسلل، ما فيش تسلل، لم يكن متسلل البدري. ضربة جزاء للترجي الرياضي التونسي في انتظار تنفيذ الركلة، هل ستعلن عن تقدم الترجي؟ أنيس البدري، بدري والكرة في الشبكة، أسبق الترجي أنيس البدري، يضع كرة على يمين أسامة بالبوت حارس مرمى فريق الجيسكا، 1-0 الترجي التونسي يتقدم على الفريق الجزائري، 1-0 مباراة عصاب، مباراة ديربي. الفريق الجزائري ظل صامت لمدة 71 دقيقة ولكن ضربة جزاء تغير من المباراة، تغير من مجرى اللعب لتمنع فريق الترجي التقدم. البدري سجل هدف، عودة سريعة وتغطية من بن شريفة. الياس شتي، الياس الياس في منطقة الفريق الجزائري، عم تخسر الكرة، ترجع جزائرية عند عمار، الخطة لعمار عرفي، كرة تعود للجيسكا، ترجع كرة من جديد عند الجيسكا، خطة لصالح العرفي لاعب رقم 6.